تعتبر هذه الزيارة الأولى للمدير العام الجديد ونائبه للشركة الوطنية للكهرباء إلى الميدان بعد تعيينهما، وذلك بغرض معرفة المشاكل التي تواجه هذه المؤسسة الوطنية في تزويد الكهرباء للمواطنين. الجنرال رمضان إردبو ونائبه العميد محمد محمود آدم برفقة عدد من الفنيين أعلنوا برفع التحديات التي تواجه الشركة. الزيارة شملت عدة محطات بدءا بمحطة فرشة 1 و2. هذين المركزين كانا في السابق ينتجان 80 ميجاوات كإنتاج عادي، ولكن الإنتاج الحالي انخفض لأقل من 61 ميجاوات. محطة أخرى حظيت بزيارة المدير العام ونائبه محطة الضغط العالي بجرنجيسو وكذلك محطة جنب البحر. مشاكل كتير قاعد اسنالا كم كنت هنا أجا كنت هنا دي فيكيل ولا انجي ميم لو جروب والكاربيران شغل كتير جاي ممكن ايام جايه ان شاء الله الفولونتير هسه شالابوغا لو جوفرنمان دي تشاد وخاصه الرئيس الجمهوريه هي ايام الجايه ان شاء الله شغل ده يكمل لكن نتمنى كي من البوبيلاسيون تشاديان سواء انجمنا سواء البروفينس خلي باسيانتي. المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء وعد بتكثيف زياراته ولقاءاته مع الأفراد من أجل التعرف على المشاكل الفنية للشركة وإيجاد الحلول الناجعة لها.